أحمد منصور، الشاب الذي استشهد أمس في أحداث شارع مجلس الشعب. من مواليد عام 1991، خريج الأعلام دفعة 2011، انضم أحمد منصور إلى حركة شباب السادس من إبريل بعد ثورة 25 من يناير، وحين سئل عن سبب انضمامه لهذه الحركة قال إن هدفه الأول هو استعادة حق الشهداء. احنا بنستلم الجثة من المستشفى، في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، الأطباء كانوا كاتبين التقرير إنه مات نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وده مخالف للحقيقة. ولما اعترضنا على التقرير وعملنا أزمة امبارح، اتعدل التقرير للسبب الحقيقي انه مات نتيجة اصابته برصاصة. مات برصاصة في دماغه هنا اهو. ليه عملنا ايه؟ احنا متصمين بقالنا شهر ما طلعناش منها، ما حددناش طوبة على المجلس ولا عملنا حاجة. حزن يعني يلفوني من فوقي ومن تحتي لهذا الشاب البريء ولا الشباب الابرياء الذين توفوا. ولد احمد منصور لأسرة متوسطة، يعمل والده موجها بالتربية والتعليم، ولم يكن الأب يعلم أن ابنه سيشارك في هذا اليوم في تظاهرة أمام مجلس الوزراء، والابن أيضا لم يكن يعلم أنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة في شارع مجلس الشعب. محمد صلاح، CBC.